أمير، في شي عم بيصير من ورانا. كانت عم تحكي على التليفون بصوت واطي، ومتأكدة إنها كانت عم توعد حدا ورايحة كمان لحتى تشوفه. على الأغلب فهماني غلط. أنا ماني بنت صغيرة، وحتى ريحان بعد ما سكرت التليفون حملت حالة وطلعت بسرعة وضلت برا لفترة طويلة. واضح إنه سونا عم تساعدها. لو تحكي معها. قليلي، مع مين بدك يعني احكي امي؟ بدك بلش مع اختي؟ طيب قلي لك، ليش حملت حالها وطلعت بدون ما تخبر حدا؟ قلت لك عندي شغل. ماشي ابني، مثل ما بدك. لا تكوني فكرتيني غبية سونا. مفكرة حالك رح تقدري تحمي ريحان مو هيك؟ أمي اسمعيني منيح، أنا رح حذرك هلأ. إذا بتفكري تدحشي أنفك بشغلات ما بتخصك مرة تانية، الحق ادعم عيونك أمي، ما رح يجيكي أي ضرر من ريحان. صدقيني هي شخص منيح كتير، ليش ما عم تشوفي؟ هي قدرت تخدعكم كلياتكم، وانتو اللي طلعتوا العميان. هذا آخر تحذير إلك. اصحك، تفكري توقفي قدامي وتحمي ريحان مني مرة تانية؟ نيجار تفضلي يا خانم. بدي كلفك هلأ بشغلة مهمة. جاهزة يا خانم، فيكي تثقي فيني. بدي أعرف كل خطوة عم تخطيها ريحان، مفهوم؟ بدي تكوني مثل خيالها، وخليكي عم تراقبيها على الدعسة، بس أصحك تنتبه عليكي. لا تقلقي بالمرة. اسمعيني، ما بدي إياها تعرف بشي وإلا رح حاسبك.